بشكر سياده الوزير لو وقف على المجهود اللي هو عامله والبذل اللي هو عامله في المستشفى بتاعته بصراحه كتر خيره مشكور شكرا جزيلا ليه كل الشكر الساده الاطباء من مديرة المستشفى لعندي العامل اللي في المستشفى تمريض الاطباء كل من قايم على المستشفى احنا شاكرين وشكرا جزيلا بارك الله فيهم ربنا يحفظهم ويجعلوا في ميزانات حسناتهم من اول الصف من التمريض من كله ربنا يبارك لكم يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم انا كنت داخله ميته خالص والحمد لله بفضل ربنا وبفضل تعبهم وشقاهم معايا الناس دي عايزه ناشين ربنا يبارك لهم ويسعدهم يا رب الحقيقه النبي انا هدعي لهم طول حياتي لاخر يوم في عمري بس